السلام عليكم متابعين موقع الطنجاي، مرحبا بكم في حلقه جديده رمضان في الحومه. دريد الحومه والحومه اللي غنزورو اليوم شنو اسمها؟ القصبة. تبارك الله عليك. في رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومه، mi amigo antiguo cuando estamos niños de 7 años o 8 años bueno ramadan tío hoy tenemos un tajín mira que más mejor una atuna pequeña atuna pequeñita hoy lo haceremos este tajín para comer él lleva en España y vive muy lejos en España hoy como un amigo muy grande amigo para mí. Él esa persona hoy viene para probar un tajín natural, un tajín como pescado natural. Nunca él está comiendo este tajín. Y no estamos hoy en el café Sharifa, no estamos en la puerta de África hoy. Y bienvenidos Ibrahim para comer con nosotros. Y tu hermano o tu amigo también bienvenidos para comer con nosotros. Y aquí estamos Laura, no sé, falta como media hora para comer este tajín. Baquina inshallah, واحد نص ساعه ناكلوا التاجين inshallah. والعشر كم ركاب وين المجد رمضان والحمد لله وغراسياس ا ديوس بور تودو. و بيانفينيدوس بور النينيوس تامبيان تودو الخينتي بيانفينيدوس مرحبا باي واحد بغى يجي يفطر معنا كلشي فاتال. عندنا المملاحات، عندنا الطاجين، مشروبات باش ما يخلص ما والو. مرحبا يا اخي، كيفتينا بخير بعدا مزيان؟ والله الحمد لله عمر كبير هذا. شكرا بزاف، الله يوفقك، الله يخلي لك الصحيحه. امين. واجي تفطروا معنا نعاودوها ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. تبارك الله، شكرا بزاف ابراهيم. سلام عليكم. الا جيتي با بحار ضروري ما كتقز من هنايا وكتشوف احسن منظر في العالم. اجي خاو ديري تبارك الله. مرحبا بك اخاي. غنقولو الدراري القصبة باش يقوزو النهار ديالو. باش نقولها لك اسبانيولا باش ما بغيتي الخاو. بويس سوموس chicos que vivimos en el parte antiguo, pasamos el día genial porque vivimos delante del mar, nos sentimos el ramadán, sabes, lo pasamos muy bien, súper bien la verdad. Y el tiempo de reza nos vamos a rezar y como este tiempo nos bajamos a la Medina, compramos cosas para comer y todo eso, ¿entiendes? Y ya está, eso es lo que pasamos dentro del día. شي ورطلع زايد زياده اخا. نقول لك باش كدوز النهار ديالك. ضخم اخاو انايا مع الدراري الحومه وهذاك اخا. عشتوا شي اجواء ديال التوازن؟ التوازن ضروري ضروري اخاو ديالي. مرقانا نقصروا في الحومه، شوف شي لا فيو عندنا انايا اخا. صح يا اخا. شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ مرحبا بكم اخوتي وبالصحه الفطور ديالكم. تبارك الله. جيتوا تعملوا جوله خفيفه ضري. جوله خفيفه، جينا من الجبال نشوفوا الدنيا وهذه. وين جيتي؟ هنا من جهه باب الرد. تبارك الله، مرحبا بكم. الله يعطيك الرضا، الله يرحم والديك، الله ينورك. واش نقول لك، فينا تفطروا اليوم؟ خصكم تفطروا معنا اليوم. مرحبا بكم. مره اخرى ان شاء الله عندنا السيرفيس. الله يحفظك ان شاء الله. فطروا في الدار. انا اللي غنمشي معكم في الدار. يا طلعوا في الدار والله. مرحبا بزاف ديالنا. ياك اخاي ديال الدراري كيجيو يشوفوا مدينه قديمه ويعملوا التصاور ويتنزهوا. هادي حنا ولاد الميثاقه. وانت باش كدوز النهار ديالك هنا؟ الحمد لله وكل حال. مدخن كنقوزو مدخن من دري الحومه ديالنا وما خلقت تانتينا منور. تبارك الله عليك حبيب اخاو ديالي. خاو ديالي تبارك الله عليك. تانتينا الله يبارك فيك الخاو ديالي. واش كيجي معاك رمضان دائما هيدا؟ ديما مزيانين ديما الحمد لله مدخمين مع راسنا خير. كيفاش كدوز النهار ديالك؟ صاحبي ما كيعصب؟ لا والو ما كيعصبنا حتى والو. واش تنا ولد الحومه ولا هيدا يزو صاحبي؟ لا ولد القصبه انا. ولد القصبه. ايوا العشر مبروكه ودابا الله خاطر رمضان
زبقكم العيد مبارك سعيد. تبارك الله عليك. بصح حنا اللي غنصوموا ما نعاودوش اذا صافي اخا مبروك تيناك اخا. ضروري تحيه خاصه للدراري دمواطار وموهبه عندنا وكنخدموه. برافو ليك. غنقولوا اخ ديالنا جهاد كيفاش يقوز رمضان ديالو كيفاش يقوز استاذ رمضان. وكنوضوا الصلاه والعباده ومساريه في الطبيعه وتعديل دمواطار ونفرحوا مع العائله. هذا هو رمضان ديالنا. كاين شي فطور مع الدراري ديال الحومه ضروري. كتسال الاصدقاء ديالك يجيو بغار البحر بغار الطريفه نفطروا ونضحكوا. بغار الطريفه خلا يا قدام. الطريفه وجبلها للطار احسن من الحيط. نيشان هذيك ليسه انا دابا كتمنظر على مرقاب. مرحبا بك ساسينا ومرحبا بكم كاملين عندنا تفطروا معنا في قهوه. تبارك الله عليك اجي هذا. افطر المولوك الله ينصرك الله يحفظك. تسولي كدوز نهار مزيون ابتسامه. واخا موادك الله يرحم والديك كما كتشوف. غنقول لك كيفاش دوزت رمضان هذا؟ قصطير طاير. طاير. قصطير. كاين شي طواجن شي فطور مع الاصدقاء؟ ضروري. يلا باش نتواجدوا ولا؟ لا بنا. ساعه نشوفوا شنو الخاص دراري بالبلديه على القامه ديالو بلا ما نعاود لك. يعني هذا الشي طاجينه تاع الشوبه ان شاء الله ضروري تسولي تعدلو. ضروري ياك حابك يعاود ياك حابك. تبارك الله عليك. يعني هذا رمضان كيفاش دوزت؟ كوسو الخدمه التراويح نجي نعس. تبارك الله عليك. كاين لا طواجن مع الاصدقاء لا والو. لا والو غير الخدمه الدار. الخدمه الدار. تبارك الله. التراويح نجي بحال الدار. انت هو الراجل نشوف الاخ ديالنا. السلام عليكم. تحياتي وعليكم السلام. كنتينا مزيان بخير عزيز الله يرحم والديك. رمضان كيفاش جاك هذا؟ والله الا بخير الحمد لله. مبرد باش تبارك الحمد لله. مبرد هو هذاك اللهم لك الحمد. كاين شي جلسه مع الاصدقاء مع الاحباب؟ لابد لابد ضروري ضروري. ورمضان هو شهر ديال الاحباب شهر ديال الزيارات شهر ديال الانسان يحيي صله رحم. والله مايك حمد امور دايزه ان شاء الله. شنو نقولوا الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ واش مبروكه وعيد مبارك سعيد و الله يسر الامور الشباب وتحياتي وكنشكركم على الشغل. الدراري كتجي المغرب صايمين ولا فاطرين؟ لا صايمين اخاف. انا فاطر. نعسك انا صايم. ياك هو السينار ديالك مزيان اليوم؟ مزيان الحمد لله. نسينا؟ الحمد لله. كيفاش دوزت هذا رمضان؟ اخاف مع راسي والله. يعني الدراري المدينه قديمه مضخم. مضخمين اخاف ودي كاين شي فطور مع الدراري الحومه؟ دائما لا لا دابا نعدلو نطلعهم فطرهم فوق. اذا انا لاباس. الحمد لله. الزر ديالي كيف سينا مزيان؟ خير بخير. واش منور تبارك الله باللحيه. واش مبروك انظر ديالي. يرحم والديك. ماشي مزيان صحيحه بخير. كيفاش عايش الاجواء هنايا في المدينه؟ الحمد لله. المدينه غزاله مع راسها بالو مزولو الاواش مزولو الباسلين. خير حمزه تبارك الله. الله يرحم والديك. والطويجين ديالك مسائل كامله. مرحبا خير ابراهيم الله يحفظك. واش حدا تعدل الطاجين ولا دابا شنو يدك؟ الا كتب دابا ان شاء الله ما كتبش غدا ان شاء الله. مرحبا بينا. مرحبا بك اي ساعه. مرحبا بك والله العظيم. كيفاش دوزت هذا رمضان؟ والله الا بخير وعلى خير الحمد لله. والله الا مضخم مع الدراري الحومه والله العظيم. سينا كتشوف كلشي كيضحك وكلشي نشطان الحمد لله والله العظيم. خي سعيد. خي سعيد تبارك الله. خير مزيان. خي سعيد كيفاش جاز لك هذا رمضان؟ لا مزيان معتبر والله الا معتبر. كيعصبك واقيلا هذا باينه كيعصبك. مره كيجي بحالو مدينه كامله بحال هاواي. هاواي اللي كتشرب الجديده بحالو بحال السعيد. شكرا. واش مبروكه مغاربه كاملين خوتنا مسلمين كاملين الله ينصر خوتنا الفلسطينيين والله يبعد عليهم الشر علينا. السلام عليكم. الله اكبر. الاخوان ديالي وهنايا غادي نقول لكم ثلاثه الحلقه وما تنساوش تخليوا لي الحومه اللي غادي نزورها خليوها في كومنتير ونتلاقاو في الحلقه اللي ما جاو. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.